السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شو أخباركم يا شباب؟ جمعة مباركة للجميع. أعطوني ثانية كذا أحسن، صح؟ شو أخبار؟ كيف حالكم؟ كامل كامل يسأل إذا البنر قوي. والله صدقني ما شفته ولا شيء. شوف نكتشف مع بعض الآن. ماذا؟ وش اسمه؟ عبود أبو حجاز، فاروق الجمعة، نو ستوب، أحمد عوض، محمد جرادات، الدرعي، حسن المسلوي، عبد العزيز عبد الله، نزار الجودي، الناجي الغالي، وعبد الملك. وين باقي الشباب؟ يلا سلموا علينا عشان نسلم عليكم. تحية للجميع، والنور نوركم يا أصدقائي الكرام. سعد، أو نعم سعد ال، والله نفسي أعرف أنطق الاسم الثاني. بو خالد الكندري، ترويفورد 14، أول لايف ستريم في السنة الجديدة 2023. أتمنى أن يكون عاما سعيدا مليئا بالتوفيق أصدقائي الكرام. إبراهيم محمد، أهلا صديقي، ألبس كمام أحسن. الله ينستب، أنت ما في مالك حل. مشكور مشكور الدرع، يلا تثبيت للكومنت حقك. هل انتم جاهزون؟ هيا نيو يير ترانسفير، انتقالات العام الجديد، ثلاثي توهو، كوجيرو يوغا، كازوكي سوريماتشي، و تاكيشي ساودا. نط صوت اللعبة شوية ولا شرايكم؟ طيب يلا نكتشف. انا بس عارف ايش حركاتهم، نقاطهم ما شفتها صراحة، ألوانهم طبعا عارفينها من السابق. كابتن فريقي توهو كوجيرو هيوغا، فول اون فايت سبيريت، من أكاديمية توهو للمرحلة المتوسطة، أو مدرسة أكاديمية توهو المتوسطة. استمنى 1250، تسديد 12,009. هي التسعة هذه هي اللي حتخليه يسجل هدف أصلا. مراوغة قريب 11,000، باس 10,700، متوازن دفاعيا، تكل 11,000، انترسبت 11,000، باور 10,700، سريع نسبيا 9,000، السرعة تكنيك 9,050. اللاعب متوازن، اللاعب متوازن، يدافع ويهاجم، وشكله أصلا كأنه مهمته يدافع أكثر من أنه يهاجم، لأنه نقاطه الدفاعية في التكل والإنترسبشن أعلى من نقاطه الهجومية في الدريبل والباس، ولكن حركاته الهجومية الفورس حقها أعلى. اللاعب متوازن، اللاعب متوازن، طبعا أعلى شيء هيكون عنده التسديد. ده تيم سكيل جديد نسبيا، في حال وجود 5 لاعبين يابانيين خضر أو من نوع سكيل، كل الفريق يأخذ 25%، وهنالك إضافة 2% في حال وجود لاعبين مدارس. طبعا حيأخذها 2% لاعبين مدارس فقط، يعني 25 لكل الفريق، في 2 إضافية يأخذوها لاعبين المدارس. إنسايت ماستر 30%، يا السلام. في حال التخمين الناجح
في الالتحامات يستفيد من 30% إضافية. حركاته كلها موجودة سابقا. تايجر انترسبشن فورس 440، فيرس تايجر تاكل 420 فورس. انتم متخيلين بسام الى الان تاكل عنده 420؟ ما هذه التاكل اللي نزلت له من اول ايام اللعبة والى اليوم ما عنده تاكل غيرها. فيرس تايجر تشارجنج 1-2 يحتاج فيها الى تاكشي، افضل 1-2 موجودة لدى كوجيرو هيوغا، وكانت حصرية سابقا لنسخة نزلت في بانر مدفوع رايزنج سان، كان لونه أحمر، الآن موجودة كمهارة ثانوية مع نسخة المدارس المتوسطة. الهدينات أولا بوند في حال وجود 3 لاعبين يابانيين، يا السلام، بدأنا في مستوى جديد من البوند. اللاعبين اللي ما هم لاعبين الدريم فيست كوليكشن يا حبيبي، 5.5% يعطيها كوجيرو للفريق إذا كان معاه 3 يابانيين هو واحد منهم. عنده هيدن قاتل اللاعبين اليابانيين أو جابانيز بلاير كيلر، نقاطه تزيد 30% ضد اللاعبين اليابانيين. عنده قطع مسافة إضافي 5 مرات أو 5 أضعاف في حال الدريبل الناجح، و 30% مسافة إضافية في حال الوانتو الناجح، ومهاراته أو يكنسل قفل المهارات الخاصة بحد أقصى محاولتين. والله يعني أتوقع كوجيرو هيوغا ما أقدر أحكم عليه الآن أقول أنه لاعب ممتاز ولا لاعب جيد جدا، لأنه يتهيالي والله العالم أنه في حيكون ميتا، مو ميتا، حيكون في فريق لاعبين مدارس حيكون كوجيرو واحد منهم والبقية كمان يعني اللي ظهروا اليوم، وحيكون في تشكيلة من اللاعبين اللي أخذوا هدينات سابقا، فصعب نعطيله تقييم الآن. ميزته أنه عنده جابانيز بلاير كيلر 30%، وهذا عيب في نفس الوقت، ميزة الآن لأنه أغلب الناس بتلعب بتشكيلات يابانية، عيب لأنه لو الناس حولت لتشكيلات أجانب ما حياكل عيش. وشيء آخر، هناك شيء آخر، أنه حارس الآن اللي نشوفه بيلعب في كل التشكيلات هو وليد الأحمر. وليد لونه أحمر فعنده أفضلية لون على هل بحسن الخيال. منور يا صديقي، الله يسعدك، منور يا صديقي، أحسن طريقة الواحد يقطع فيها كلامي. منور يا صديقي، حياك الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا على دعمك. فأول شيء عنده أفضلية لون وليد على بسام. 2 عنده وليد عنده فورورد كيلر، فعنده 18% تتفاعل ضد بسام، فبسام هذا وكوجر هيوغا ما اتوقع سجل هدف واحد على وليد. توقعاتي طبعا ماني متخيل النقاط كم حتصير بعد 30%، ترى 30% خلينا نحسب نشوف تقريبا كم نقاط التسديد، لانه هذه 12000 بدون، انا صراحه ما شفت ولا شيء اليوم، لا صور نقاط ولا حاجه. ودقيقة ايش بتخبص يا ابن الحلال، ألف وستمية تصير النقاط ضد اليابانيين، مع ذلك اشك انه يسجل هدف، لكن هل يسجل هدف ضد رعد الازرق؟ طبعا يسجل هدف ضد رعد الازرق، ورعد الازرق يعني مبتسم يقول له تعال يا هيوغاسان سجل. خلونا نعطي تقييم لاحقا، نتابع. تاكيشي سادا، اجيليتي تايب، لون ازرق، تشانس سيزنج باسر، ياباني ويلعب في اكاديمية توهو المدرسة المتوسطة. واو،
نفسي افهم ليش عنده، ليش دائم، ليش مؤخرا بينزل بتسديد هو اصلا يعني عنده تسديد يكون عالي نسبيا بس ما عنده تسديده جيده اساسا. 9800 شوت ومعاها 8900 باور. تيجي تلاحظ كمان الدريبل يعني اعلى بشويه والباس اعلى بشويه اثنينهم من الشوت. 10000 10300 تك 9400 انترسبشن 9800 تقريبا. سبيد وتكنيك 9000 و9800. يلعب في خانه الوسط المهاجم والمحور الدفاعي. تيم سكيل مشابه لكوجيرو هيوغا. يتفعل في حال وجود خمسه او اكثر لاعبين يابانيين زرق او اجيليتي تايب يابانيين. ياخذ الفريق 25% في حال تفعل التيم سكيل. ولاعبين المدارس المتوسطه ياخذوا 2% اضافيه. عنده باسيف فول بادي ستاند. في كل ما ارتفعت الطاقه او الاستامينا زاد فرصه الحركات بحد اقصى 20%. مع تمريره جديده سدن تيرن باس الفورس حقها 480. انا استغرب انه كيف يعطوا افضل تمريره لتاكاشي مع نسخة مدارس. يعني هل تاكشي كان في أيام المدارس أفضل مما هو في الرايزنج سن؟ وسويفت انترسبت أفضل انترسبشن لدى تاكشي الآن موجودة كمهارة ثانوية. أجايل سلايدنج تاكل في أفضل منها، هذه تعتبر ثاني أفضل مهارة. والهيدينات بوند في حال وجود ثلاث لاعبين يابانيين يزيد الفريق 3%. ودي بف في نفس الشرط الخصم ينزل 4%. دايركت هوت لاين تاكاشي اللاعبين اليابانيين يزيد نقاطهم 8% اذا استلموا تمريره من تاكاشي ويستفيدوا من هذا مره واحده. يعني في اول كوماند او اول امر تعطيه للاعبك بعد ما يستلم كوره لتاكاشي. وعنده تخفيض للاوتو انترسبشن حق الخصم 20% ياثر على لاعبين الوسط. و المحور الدفاعي والدفاع يعني ما يأثر على الهجوم، على الوسط والمحور والدفاع. جميل. ستامينا كوست داون 25%. هذا أفضل هيدن تقرنه مع الفول بادي ستاند عشان تطول عمر لاعبك وتطول عمر الباسيف. أشوف أنه تاكاشي جيد جدا صراحة. الحلو فيه أنه الباسيف حقه شغال من بداية المباراة. إذا أحسنت التعامل مع تاكاشي وما كنت بتستهلك طاقته كثير هيطول عمره معك. حاول تلتحم فيه مع لاعبين ما عندهم ستامينا كيلر. مشكلته ما عنده هو شخصيا لنفسه أوتو انترسبشن، فلازم يكون في أحد في الفريق عنده يعطي أوتو انترسبشن للفريق بشكل عام عشان تاكاشي ما يكون يعني تتمرر من فوقه تمريرات بيضة وما يقدر يسوي شيء. مشكلة أخرى ولكن ما هي مشكلة كبيرة بالنسبة لتاكاشي إنه ما عنده إلغاء قفل مهارات، بس هو عنده مهارات متعددة. يعني عنده من كل مهارة 2 إلى 3 مهارات مختلفة، من كل نوع في عنده مهارتين أو ثلاثة. وهو ما يقفل. يعني يبغالك تلتحم مع لاعبين بحرص، تعرف مين اللاعبين اللي ممكن طبعا يجي مع الاختبار ومع الوقت تصير تعرف تاكاشي ممكن يلتحم مع مين ويمرر. و لا تقييم، ما حقيم الآن، يبغالنا نجربهم. أهلا بجميع المنضمين. أحمد Q&A كتب تعليق واختفى كالعادة. زمر جاهز عقليل لورد مهند أغا حسن الخيال يقول ما يقطع كلامك إلا القرنقش. لا لأنه في صوت يطلع طرقنق فغصبا عني هطالع. يعني ديماس ديميونغ هاو ار يو ووريورز، هذا واضح مبارك المنصوري. هل أنت مع قرار الكلاب؟ نخلص من كازوكي سري ماشي وبعدين نشوف الوضع. فيكتوري جرابينج سنتر فورورد، يا سلام قصيدة عصماء تفني ستايب.
ياباني ويلعب في توهو أكاديمي المدرسة المتوسطة، عنده المراوغة 11500، تمرير 11200، وأعلى شيء 12800 التسديد، تاكل 9100، انترسبشن 10000، وعنده نقاط الفيزيكال كلها فوق 10000، أعلى شيء باور 10500، تكنيك 10300، سبيد 10170، وتيمس كل مشابه لأصدقائه، ولكن هذه المرة مع التفنس تايب أو اللون الأحمر اليابانيين. في حال وجود خمسة منهم كل الفريق يأخذ 25% و 2% إضافية إذا كان في لاعبين أو يستفيدوا منها عفوا لاعبين المدارس المتوسطة. الباسيف نان جابانيز بلاير كيلر قوي ضد اللاعبين الغير يابانيين، تزيد نقاط 30%. أتوقع مهارة منخفضة جديدة أو تزيد منخفضة، أتوقع ماني متأكد، يا ريت أحد يأكد لي، لأن صراحة سوريماشي لي فترة طويلة جدا، أتوقع يمكن حتى ما لي أو يمكن ما طورت لسوريماشي أي نسخة على الإطلاق سابقا إلى S99 ولا نسخة، فماني خبير في سوريماشي. فإذا هذه ما كانت إذا كانت مهارة جديدة فهي الأعلى، وإذا ما هي مهارة جديدة فهي الأعلى، يعني ما سوري ماشي ما عنده شيء أعلى من هذه في المنخفضة. وعنده شارب سيزل ستيبينج وكاتينج سلايدينج، مهارات عامة ولكنها جيدة تعتبر، نفسها نوستوب يقول شكرا يا نوستوب. أهلا رونكس ريان. والهيدينات البوند بحاول وجود ثلاث لاعبين يابانيين، 5.5 للفريق. بلوك كيلر تزيد نقاطه 20% في حال الخصم اختار بلوك، ويخفض الاوتو انترسبشن عند المدافعين 30%، يعني هذا عنده 30 وتكشي عنده 20، صار اذا حطيتهم مع بعض الدفاع ينزل 50%، يا الهي. وعنده لو بول ريكوست يستقبل الكور منخفضة أو على ارتفاع منخفض داخل منطقة الجزاء باحتمال 80%، ويلغي قفل المهارات ضده بحد أقصى محاولة واحدة. نفس الكلام اللي كنت أقوله على هيوغا ينطبق بطريقة أو بأخرى على سوريماشي. هيوغا قوي ضد اليابانيين، إذا الميتة صارت أجانب أو إذا قابل أجانب حيصير خردة، وهذا الآن ما حيسجل ولا هدف لأنه أغلب الحراس اللي بيطلعوا الآن وليد 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 وليد، نادرا نشوف سلينا سوزينو. أنا لعبت يمكن خلال الأسبوع اللي فات 40 مباراة أونلاين، زينو قابلته مرة واحدة، سليناس دخل احتياطي مرة واحدة، الباقي كله وليد، ويمكن رعد مرة واحدة. 37 مباراة اللي باقية تقريبا، 36 مباراة باقية كلها كانت وليد، فهذا ايش حيسوي؟ ما حيسجل اهداف. السؤال، هل يكون في فرق مدارس متوسطة احتمال يعتمد على كيلاب ايش حتسوي مستقبلا؟ هل حتعطي هيدينات للاعبين المدارس تعدل هيديناتهم؟ يعني قبل اسبوعين تقريبا عدلت هيدينات جون ميسوغي اللي عنده الضربة العالية، وهيكارو ماتسوياما اللي مهارته الأساسية أتوقع أفالانش أتاك، ونيتا الأزرق. بعدين جاء أول بانر في السنة، بانر مدارس يعطي تيم سكيل يفيد لاعبين المدارس، إذا استعمل ثلاثة منه يصير لاعبين المدارس يستفيدوا من 6% إضافية ما يأخذها أي لاعب غيرهم. إيش الفكرة؟ أشوفه أنا شخصيا أنه مجرد تنويع في التشكيلات. هل لاعبين المدارس حيلغوا قوة اللاعبين الرايزنج سن؟ لا على الإطلاق، على الإطلاق ما أتوقع أنه حيغيروا الميتا ولا حي يكنسلوا لاعبين الرايزنج سن ابدا، ولكن هي فكرة انه يكون في تشكيلة اضافية. مين اكثر الناس اللي حيستفيدوا من لاعبين المدارس؟ هم الناس اللي عندهم حسابات قديمة وطوروا سابقا فريق المدارس، لما جاء فجأة كذا صار في ميت ابو
ابو شهر شهر ونص كان لعيبة المدارس ما تعرف تتفاهم معاهم. الاخوين شوقي داخل منطقة الجزاء اي تسديدة هوائية هدف، الحارس كان وكاشيمازو الاخضر يصد للكل ما يرحم احد. كان ماجد كان الناس تلعب بماجد الاحمر وبسام الاحمر، وبعدين غيروا لما بسام الاخضر وماجد الازرق. تكش الاحمر المدارس كان مسوي شغل لانه يشحن فول باور. فاللي مطورهم حيكون يعني اهم شيء ما يكون رماهم مضحى فيهم، حيقوم لما كيلاب تديهم هيدنات جديدة او تعدل هيدناتهم يستعملهم زي ما هم مع اللاعبين الجدد، يستفيد من تيم سكيل الجديد ينبسط عليهم. هل انا حطور لاعبين المدارس واسوي فريق مدارس؟ انا شخصيا لا اتوقع، لا اتوقع على الاطلاق. اللاعب اللي الان ممكن تفكر تستفيد منه اكثر واحد فيهم هذا تكشيلي، عشان مهارته الجديدة سادن تيرن باس، اذا ما عندك سويفت انترسبت ممكن تستفيد منها، هذا اكثر لاعب الواحد بس يعني تستفيد منه الان عشان مهارته. لكن ما اقول لك انه لو جاك الان ضحي فيه، لا لا تضحي فيه، اذا ما عندك الا نسخة واحدة لا تضحي فيها. لانه ما تدري الان يجي لك تشالنج، يجي لك شيء ما تقدر تفكه الا بلاعبين المدارس. هيوغا تستفيد منه بالفير ستايجر تشارجنج 1-2، كويس انهم حطوها مهارة ثانوية عشان اللي يبغى يسحبها ما يضطر يضحي باللاعب. سوري ماشي يعني ما في شيء جديد عنده صراحة. انا هسحب، حاول اطلع نسخة من كل لاعب الا تكشي، حطلع منه نسختين بس ونوقف يعني، ما همي صراحة اطورهم ولا مستعجل على تطويرهم او اللعب فيهم. وقبل ما نسحب احب اطلب منكم اللي ما اشترك في القناة يشترك، شارك رابط البث مع الأصدقاء يدخلوا يتابعونا، يمكن يكون في أحد طلع اللاعبين. هنتكلم على أخبار اللعبة بعد قليل. إذا في أحد عنده اللاعبين طورهم ممكن نلعب ضده ودية عشان نشوف مع الشباب مدى قوتهم وإيش مشاكلهم وإيش ميزاتهم. شوفوا الرابط في خانة الوصف، في رابط الديسكورد شاركونا على الديسكورد يا شباب، وفي رابط التويتش اشتركوا معنا في التويتش، وشوفوا روابط الإخوة هادي أيمن وستيف جروب كابتن سوباسا دوريمو تيم بريكنج نيوز على التليجرام، وسووا مؤخرا جروب واتساب كمان. الشباب ما شاء الله بيعطوكم أخبار وتسريبات وتحليلات وكل شيء يخص اللعبة، وجروبهم كل يوم ما شاء الله مليان 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 بوستات وأشياء مفيدة، يعني ما في بوستات كلام فاضي. وأيضا رابط صديقنا إسلام ومتجر إسلام أو إسلام شوب، صديقنا ببيع حسابات لعبة كابتن سوبسا دريم تيم، يكون مجمع لكم فيها دريمات، مسوي لكم فيها بعض التشكيلات، يكون ساحب على لاعبين مهمين علشان اللي حاب يبدأ اللعبة ما يبدأها من الصفر، يكون في عنده دفعة كده للأمام من البداية. حساباته مميزة، وشوفوا تقدروا تسوي سكان للكيو آر كود اللي موجود الآن تحت على اليسار، وممكن كمان تروح على خانة الوصف وتضغط على اللينك ويوديك على جروب الواتساب الخاص فيه. واللي حاب يدعم القناة أولا يشترك معانا ثم يعطينا لايك ثم يفعل الجرس. حاب تخدمنا القناة أكثر، تساعد القناة أكثر تتطور، تقدر تدعمها عن طريق السوبر ستيكر والسوبر تشات وقت اللايف ستريم أو بعد اللايف ستريم عن طريق ثانكس اللي موجود بجوار اللايك والديسلايك والشير. ويلا ماني حاس نفسي متحمس كثير للسحب، بس خلينا نسحب. عبد لي معاد كيف حالك؟ وعبد الله الزبير يقول لك البون لو كان عالي وتفعل قاهر اليابان عند هيوغا تصير الشوتة عنده 79,000. معقول معقول، خلينا نشوف. تسوباسا اي 66 اس، اهلا صديقي، يلا نعطيها تايجا.
ايوه شوف، كمان تصديقا لكلامي انه لاعبين المدارس ما حيغيروا الميتا، الشركه بيحاول تنوع في التشكيلات. نزلوا لك اليوم مدارس، يوم الاثنين المفروض بانر مايكل رايزنج سن، احتمال يكون الكوليكشن شاو انديه، كل امور حتكلم عنها. ما هم بينوعوا في التشكيلات، ما في انه والله الان حنبدا حقبه مدارس وحنكمل مدارس. لا 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 لا، اللعبه مستمره بس الان فكروا، قال لك يا عمي عندنا لاعبين مدارس بدل ما هم مرميين في المخزن، خلينا نعطي فرصه للناس يستعملوها ويلا. وهذا هنالك لاعب في تشيرد، لا 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 مو في تشيرد، بس صراحه لون الكور سبب لي صداع. الله كان احساسي انه لونه اخضر، وقلت هل يكون ليفن الاخضر الليجندري اول سحبه مع السنه، قلت ممكن يكون، طلع لي اسوأ لاعب اخضر في اللعبه كلها. ما هذه التميمه الطائره؟ يا سلام، لاعب اخر اس اس ار ولكنه غير فيتشرد. من يكون؟ كوري اخر، مدارس اخر. احمد جلال جمال، عفوا، ازيك احمد جمال؟ عشان سنايت شان حنمشيها. هيا ادوني من اللاعبين الخردة تاتو كاتاجيري سان. عليكم السلام، اهلا برنس. وش اسمه؟ ما شاء الله كل شوية يزيدوا، كان بدأت واحدة صار اثنين الآن أربعة. وتشانس، وفيها لاعب ما شاء الله كل خطوة اس اس ار. انتم ملاحظين أربع سحبات مالتي، أربع لاعبين اس اس ار، ثلاثة قمة الخردة، وواحد يعني ما صرنا نشوف وجهه إلا نادرا. زينو أحد الحراس العظام في هذه اللعبة أصبح الآن مومياء. شبح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رجعوا ثلاثة. التشكيلة الآن ثلاثة تمائم. هيا. هيا. كازوكي سوريماشي. اي اكثر لاعب ما كنت بلعب فيه قالوا لي خذه فك. انا حظ خردة. زينو تقليد. اعطونا في المهم، خلينا نشوف مأمون كم حيجي نسخة منه في البانر المدفوع. إكوزيت سوبسا. إنهم قاتشة بالفعل. إنهم لاعبي قاتشة يا سلمان. إكوزيت
يعني تمنيت صراحة يكون البنر أقوى من ذلك. حتى 50% أعطتك بشار اس ار خردع. سوري ماشي أخضر بعد سوري ماشي الأحمر. ما الذي يحضر السوري ماشي في بنر مأمون؟ هاشم أحمد صديقي العزيز مساء الفل. أسامة أوز عليكم السلام. نستوب أتوقع أنك يعني كاتب شيء محتاج تصحيح. لاعبين الصالات شفت بقول لك لاعبين الصالات مدري صراحة. It's not my day indeed Demas Demiong. نقول لكم بعد شوية يا أسامة كيف. بس أنا يعني ما حاولت أنه أنا أستفيد من الخدمة لأنه طريقتهم أنا شخصيا ما ناسبتني أو الأوفرات حقتهم ما ناسبتني. يا الله ليش 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 هذا ليش هذا كان عطتوني الثاني. طيب كان عطتوني كان عطتوني ليفن. عندي هذا عندي هذا والله كنت أحبه جدا. هذا أروع كارت يمكن من ناحية المنظر لناتوريزا ساحر البرازيل. اللي أستغرب منه التسديد المشتركة حقتهم 475. هذا الكارت ظهر لي من أول يوم طلع فيه ناتوريزا الليجندري وما كنت أعرف أنه أصلا ناتوريزا الليجندري نزل في اللعبة. ما أعرف ساحت من بنر وقتها كان عليه احتفالية 2018 نزل سوبسا الأحمر على بنر 3+1 وريفول الأخضر على بنر 3+1. فجيت بسحب على ريفول لكن ثاني أو ثالث سحبة ملتي أتوقع ثاني سحبة ملتي اللي يطلع ناتوريزا وجديد. إيش هذا اللاعب؟ أطالع كيف؟ مين؟ هذا مو اللي نزل الأحمر في الاحتفالية شكله مختلف. وأبحث ألاقيه إنه والله في لاعب جندري جديد نزل اليوم ما كنت أدري عنه من أول يوم. وعلى فكرة قبلها ب 12 ساعة فقط كان عندي ما كنت طلعت مازن الليجندري الأزرق. يعني في خلال 12 ساعة كنت طلع 2 ليجندري. وقتها كنت بلعب بهذا بس ما كان في عندي سنتانا جيد. ولما صار في سنتانا جيد هذا قلب إلى خردة. يلا كينج فيجا عليكم السلام. معطيها وضعية صورني كأني مدري. يا أما لا فلل ولا شيء ما في منه فايدة. إحنا وصلنا التاسعة؟ لا لا متى جادو فور؟
أديك معلومة، اشتريت اللعبة، اشتريت الأسبوع الماضي لما كان في أوفرات، أتوقع ما زالت موجودة، أتوقع أو يمكن خلصت قبل يومين، على بلايستيشن 5 اشتريت God of War Ragnarok، فيفا 23، Call of Duty و DLC حق Resident Evil Village. في لعبة زيادة نسيتها، Elden Rings. Elden Rings هاتوا الأخيرة، بس متى ما أعرف متى هلعب. عندي لعبة ماجد من أول ما نزلت لعبتها، بس ما يعني الله تكشي ومعاذ من تكشي، يا السلام. لا لا والله انت كنت تبغى اكثر من واحد، خذ بس يعني احنا ما وعدناك بالنوع، احنا وعدناك باسم اللاعب. الله ما شاء الله. تكش قبل وبعد صح. فاروق جمعة يقول إلدن رينج ترى روعة، خلصتها في كل النهايات. ما هو فيها أكثر من نهاية ما شاء الله، لما كنا أعلم ذلك. طيب أنا آسف شباب، مضطر نأخذ لفة زيادة، يا رب ما عندي دريمات، عندي دريمات في الكفاية. تعال تعال تعال، في حاجة حسويها عشان نجمع دريمات. في يا شباب المهمات اللي موجودة هنا خلص منها كثير جدا. كم باتة؟ هتعطيك فقط 20 دريم بول، بقي لي بس شيء بسيط ونخلص الطاقة اللازمة عشان نقفل كل المهمات. ف الإيفنت حق اللي كان شغال الأسبوع اللي فات، والله صحيح ايش اللاعبين اللي يحتاج، سبحان الله افتكرت الان، اللي هو كان طلع منه الخطة الجديدة ومهارة وين تو بيير ومدري الحركة الثانية حقت مين، استهلك من عندي كور طاقة كذا، فجأة جننت وقلت يا ولد أبغى أستخدم كل الكروت اللي أقدر أستخدمها حسب الإيفنت، فطيرت عليها كور طاقة بشكل خرافي. في الأخير مركز يمكن جاء 200 وحاجة، وين البقية؟ أنا المفروض ما أجي هنا أصلا، المفروض ما أجي هنا، أنا عارف بس فجأة صرت هنا ماني حبريه. توقع في بسام آخر هنا غالبا حيكون عنده اللي نحتاجهم، شفتوا أقول لكم. فهذا هنا التكشي، أين كازوكي ابن السوريماشي؟ مين يقول لك كازوكي أي مرحلة؟ الله بالملي. هل في مرحلة أخرى؟ يمكن في واحدة لسوريماشي مخصوص أفتكرها، هذه يا سلام. مهما مر الزمان يعني معناه ان احنا حافظين اللعبة. لا ما سبيته. سوري ماتشي. طيب اتوقع انا محتاج من هذا فعلا، عشان في عندي نسخة اتوقع في مدافع مع
يمكن برولين. ايوه برولين، توقعت ذلك. سويد الدفاع. ايوه ايش بيير سيسار؟ تقصدك من مهارة الون تو يعني ولا شيء اخر؟ شيء اخر. ايوه انت وقتك يا ابن الناس تقعد تطور لنا الان في السويديين. انا بطلع صراحة دريمات يا شباب. انا مستغرب ترى امس كان في حوالي 100 خانة فاضية، كيف تعبت الان؟ انا ماني فاهم ترى، مستغرب فعلا من اللي صاير. ولا انا عندي ولا ايش صاير؟ كيف عندي المخزن مليان؟ لا اتمنى انه خلاص ما يلزم استعمل استمن اكثر. جوائز اليوم ما كان فيها لاعبين، ما كان فيها لاعبين، اتوقع لسه محتاج شوية طاقة كمان استهلك. لا والله خلاص خلصنا. يا السلام، اول مره في التاريخ اجمعهم زي كذا واسحبهم مره واحده. وهيا 20 دريم بولز اضافيه. ايش جوائز البطوله؟ اي تلعبين صناديق؟ انت قصدك يعني الايفنت اللي كان شغال الاسبوع اللي فات، حاذفهم. ناني ما في حاذفهم، ما في حذفتهم. حتى كمان طورت كذا واحد منهم. واحد اثنين ثلاثة اربعة، حذفت الباقي اللي ما يلزمني. ناني اتوقع محتاج نعطيها تنظيف لاعبين اس ار، بعدين نشيك على موضوع تنظيف المخزن. طيب قبل ذلك هاتوا هذه. لا 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 لا، شكله حيطلع الان اس ار. شايفين حتى اخر رمق تقعد تجري ورا اللاعب. ايه ها، مين كان يسأل لاعبين الصالات؟ مبروك. يا السلام، يلا هات هنا. مين عنده فريق مدارس؟ زيزو. مين طور لاعبين المدارس؟ لأنه صراحة أتوقع ما عندي نية أطورهم أبدا. أتوقع يلا تعال لفة ثانية. حجيب هيوغا، بس أنا أبغى نسختين تاكيشي.
انتوا يا جماعه انتوا مختلفين. يعني شوف عبد الله يقول لك حلوين لا تظلمهم، مازو يقول بعدها والله بنر محبط صراحه، نو ستوب يقول لك طعم، ما ادري قبل شوي يقول لك مين يقول لك أهلاً شينايشان. ها من يكون نيتا؟ تاكيشي سوادا. كمل اللفة. عل وعسى يجي كوجيرو ويمكن ما نضطر نروح نسحب في بانرو لأنه ماني شايف. ماشي ماشي يا سوري ماشي. ماشي يلا اهو. انا ابغى احد يكون عنده اللاعبين، ابغى اشوف فعلا اللاعبين الكويسين ولا لا. انا شخصيا ما اتوقع اني اطلع كوجيرو الاحمر الكوليكشن وادخل الاخضر المدارس، يعني ما اتوقع. فعلى اساس ارهق نفسي الان وراح اطلع منه نسخ واطور بس هل بسام حيكون مفيد في فريق مدارس بالكامل؟ احتمال كبير. ممكن ثاني افضل هيوغا. ايوه ماشي ماشي ثاني افضل هيوغا ماشي بس او ثالث افضل هيوغا بعد حق اليوفي الازرق. من ناحية سباق الوقت انا عارف ان حنحتاجه، هيجي وقت تحتاج واحد زي هيوغا. شفت يا عبد الله زبير؟ بسام المدارس في فريق رايزنج سان. مخيف. هل يعقل كيف الواحد يرجع شغفه للعبة؟ صراحة يا صديقي ما أعرف كيف أجاوب السؤال هذا. إذا أنت قطعت فترة وما حنيت مو لازم تغصب نفسك على اللعبة، في الأخير اسمها اللعبة. أنا أحيانا لما أحس أنه خلاص قرفت أفتح لعبة ثانية ألعب وأخش على دريم تيم بس أسوي المهمات يوم يومين كده الواحد خلاص يحن ويرجع يلعب ثاني. معناه انه انا مليت من وضع معين بس ما مليت من اللعبة نفسها. كيف حالك؟ كيف حالك يا صديقي؟ جري. لا لا الوضع اليوم يقدر هيوغا مع انسايت ماستر يوقف تمريرة مايكل حسب نقاطه وسايت ماستر وأفضلية لون يقدر يوديهم. البث لا شوف البث تمام عندي. الله الله من تجر هيوغا. كان رز نمبر وان
كان أرى ذا نمبر وان. حنسحب سوري ماشي إلى الخامسة فقط. هلا كايتو، هلا بالحبيب. والله قريب ما أدري إيش أقول لك. أمس كنت بخلص مباريات هذا بطولة الأونلاين حقت اللي كانت شغالة الأسبوع اللي فات. خط الاحتمالات هذا أحسه مضروب. بس للخامسة ما أدري مين يطلع لي نسخة SSR يعني. يمكن يطلع ليفن. كفاية سحب، كفاية سحب. طيب أخبار اللي عنده أول شيء لاعبين المدارس طورهم الثلاثي الجديد حق اليوم يعطيني خبر عشان نلعب ضده ودية. النيو يير كامبين إيش في أشياء غير تكلمنا عنها؟ البنرات وفي إيفنت بميداليات أو صحيح في ميداليات إيفنت بميداليات ومعاه دريم بولز وكور بطاقات وشغل. وفي مرحلة تلعبها مرة كل يوم تعطيك كور وسكيل كارد ريموفل. المهمات اللي خلصناها قبل شوية قال لك في أشياء في متجر دريم بول، روح شوفوها، تشوفها بعد شوية. واقع كوتو إيقاوا سيناريو جديد ما لعبت فيه ولا شيء لسه ولا حاجة. وجددوا هذا الإيفنت اللي تلعب فيه ضد أفضل 16 لاعب في الرانك. ويقول لك الستوري مود الطاقة تكون أقل ب 50% اللي تحتاجها، وحيضعفوا لك الإكس بي 5 مرات، وتأخذ كوينز أكثر ب5 مرات. ممتاز. أنا أبشحن كوينز. غريبة كيف صارت 23,000 اليوم وهي أمس كانت حوالي 18 أو 108 كم؟ 239 مليون وأمس كانت 180 مليون. على الفاضي تحس ملايين ما فيها بركة. متى أشياء في المتاجر بكيجات وأشكال وألوان. طيب فين المهم؟ كلب هارتقشن كلام فاضي. مايكل ستيب أب ترانسفير. مايكل 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 يعني بعد ما خلوني أسوي مقطع طويل وعريض مهارات الأسبانيين راحوا نزلوا مايكل جديد بي سولو جرين كات باسا 1-2 ما يحتاج فيها أحد. أعلى 1-2 في اللعبة. 1-2 منفرد ما يحتاج فيه أي أحد. 490 أنت جلست في اللعبة يا تسوبسا 5 سنوات ونصف في النسخة اليابانية عشان تطلع 1-2-490 مع رفيق دربك نانكاتسو طلعت قبل أسبوع. الآن مايكل 1-2 منفرد ما يحتاج فيها أحد 490. يعني اللي اكتشفه أنا من الموضوع هذا إنه رافائيل كان عائق أمام مايكل. مع رافائيل 1-2-440 450 لما مايكل يكون لوحده ويمرر كورة لوحده جرين كات باس. أنا متخيل كيف شكل الوانتو حيكون صراحة. حيمرر كورة تروح في زاوية وتلف وترجع له قدامه يلحقها. 490 وقتها أنت ما أنت مضطر تدخل معاك رافائيل الأزرق لو تبي تلعب بمايكل. وهذا أنا أول ما حيجي مايكل هذا حاخد الوانتو وعطيها للفست وحينزل الفست عندي أساسي.
وعطول أنجليك سلايدينج ثاني أفضل مراوغة، وعنده التسديدة نو بريشر شوت اللي هي تسديدة الفست الأحمر القديم، وهو لاعب 4.5 بوند مع درع 2%. وهذه الحاجتين اللي عنده، هذه الهيدنين 1-2 رينج انهانس 75% ودريبل رينج انهانس 7.5، هذه اللي أنا قاعد أقول ليتها كانت مع الأزرق، ليتها كانت مع الفست الأزرق. أنا لي يومين وطالع في مايكل وقول يا أخي ليه ما أعطوله دريبل رينج 7.5؟ ليه 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 ليه؟ عموما هذا واحد. حنتكلم على كل شيء يا شباب لا تخافوا، حنتكلم على كل شيء. باقي شيء هنا؟ لا. تعالوا نوريكم شيء هنا. ثالث أفضل مراوغة صح مع رافائيل 475. شكرا للتصحيح. تعالوا على باوندري بريك سبورت باك. تعالوا هنا. طبعا هذا تأخذ منه نسخة واحدة فقط، يعطيك هنا مي تقدر تسحب من ميداليتين ميداليات باوندري بريك، وعندك هنا بطاقة SSR Selectable. تعال نشوف بطاقة SSR Selectable مين عليها. نحب التلميحات. سوريماشي، صودا، هيوغا، اليوم سانتانا، شاو سانتانا، شاو. ليه سانتانا ما أدري. شاو يبدو لي أنه حيكون دريم كوليكشن، يبدو لي، لست متأكدا. تلميحات، نيجي نرجع ورا خطوة وخلنا نقفلها هذه. تعالوا على هنا، مين ميداليات الباوندري بريك اللي حتطلع لك؟ شايفين ميداليات الباوندري بريك اللي تقدر تشتريها او تستبدلها؟ الثلاثي اللي ظهر اليوم، مايكل اللي حيظهر، شاو. هل الكوليكشن عبارة عن شاو؟ انا اتوقع انه يكون كوليكشن اندية، حيكون كوليكشن اندية. هو واحد من اللاعبين اللي ما ظهر في الاحتفالية السابقة، واخر نسخة له كان الازرق الاوتو انترسبشن اللي عنده درع، وقبلها كان الديبوف الاندية الاحمر. فهل هذا يكون اخضر بف عالي اندية؟ الله اعلم. بعدين في بيير ونابليون، وفي زيزو، وفي دافي، وفي أليساندرو ديلبي. أولا لا أوي، مين حيكون فيهم في البنارات اللي بعدها؟ الله أعلم. لأن هذه كلها تلميحات. بالنسبة لي أنا زيدان ودافي كنت أقول ليش ما نزلوا في الاحتفالية بطقم فرنسا رسمي وطقم هولندا رسمي. إيش الآن وضعهم؟ ما أدري. أليساندرو ديلبي إيش وضع هذا الإيطالي؟ ما أعلم. لكن اللي نعرفه انه احتمال كبير يكون الكوليكشن. ايش صار؟ ايش سوينا؟ اوه سوري سوري سوري، انا اسف. اوه ممكن بناريو فيه. صحيح صحيح صحيح. والله دول الثلاثة يجمعهم بين ريوفي. صحيح صحيح صحيح. دول الاثنين ايش وضعهم؟ ما تدري. لسه نزلين كوليكشن وحركاتهم جديدة، ايش حيسووا فيهم؟ ما ادري صراحة. اوه هل يعقل انه ينزلوا في بانر الكوليكشن فيتشرد مع جونغ وانغ؟ حليناها حليناها. صح 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 حليناها. ممكن ينزلوا فيتشرد مع شاو. اوكي ينزلوا فيتشرد مع شاو. انا اقول لسه نزلوا الان كوليكشن. طب هم حينزلوا كوليكشن فيتشرد مع شاو وبعدها ينزل بانر يوفي. خلاص وضحت 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 وضحت. خلاص شباب التلميحات كلها وضحت.
الكوليكشن شاو، ومعاه الاثنين بيير ونابليون اللي نزلوا في الاحتفالية حيكونوا فيتشرد ولكن بدون الطقم الرسمي، وحينزل بعده بنا ريو في زيدان ودافي وأليساندرو ديلبي. طيب جهزوا نفسكم، وهنا في المتجر حق الإيفنت اللي بدأ اليوم، طبعا في كور دريم بولز، بطاقة SSR، ميداليات بوندري حقت تاكشي وسوريماشي، وفي كور هنا بالهبة. في شيء عملوه في الإيفنت حق اليوم قلت يا السلام، ليتهم في كل إيفنت يسووا نفس الحاجة. الإيفنت هذا الميداليات اللي تجمعها كلها هي واحدة اللي موجودة، الذهبية هذه اللي هنا، ما في فضي وذهبي وبرونزي وانت تقعد تشوف يمين وشمال مين الأحسن، أشتري هذه أول ولا هذه، لا أنا والله محتاج ذهبي الآن أكثر، محتاج فضي. حبيبي هي نفس الميدالية تشتري فيها كل شيء وريح دماغك. ليتهم من أول اللعبة سووها كذا، وأتمنى ما يجي ولا بنر ميداليات إلا بنفس الطريقة هذه، نوع واحد ميداليات أشتري فيه اللي أبغاه. تقول تحوس أنا قد أجمع ذهبي وفضي وبرتقالي وبنفسجي وألوان الطيف. هنا نزلوا مهارات Invincible Rage Shot، تصدق أنه هذا أمس والله أمس كدت أن أجن، أمس قاعد ألعب في الأونلاين هذا اللي أكلمكم عنه حق الأسبوع، واحد عنده هيوغا الكوليكشن الأحمر Boundary Break 3، Boundary Break 3 معطيله هذه التسديدة، معطيله هذه التسديدة، راح سدد على وليد عندي أنا وياه، عندنا كريتيكال ذهبي هيوغا طير وليد، أروح أنهجم عليه بهيوغا حقي اللي عنده تسديدة الفست الفوكس حقه 520 باودر بريك 4، أسدد ما تدخل هدف، شيء عجيب. مهارات منوعة لكل اللاعبين الثلاثة وبس. ويلا ايش اللي يقاوى هجوم، يلا يا شباب اشتبوا. ها في عنده احد، في احد عنده اللاعبين الثلاثة، في احد عنده اللاعبين الثلاثة، ابلعب جيم رانك بس ابغى اول شيء احد يعطينا اللاعبين الثلاثة نبغى نجرب ضدهم. يلا في انت جاهز بالمدارس، يلا يا تايجر تعال، يلا تايجر تايجر تعال تعال يا تايجر تايجر، ألعب ضدك بأي فريق المعتاد، وكم تبغانا نحط اس كم يا تايجر؟ والله يعني ايش مطورهم اس 99؟ اوب 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 والله والله عنيف. هاي تعال خلينا نلعب ضد فريق المعتاد حقي، ابغى اشوف ايش حيصير لو قابلت فريقك. تعال بس طبعا حخليك في الاول تروح تخش على وليد تسدد براحتك وبعدين نكمل نشوف. يلا يا تايجر المفروض كان اعطيت تمرير التكشي للي عندي بس خلص بعد المباراة هذه عشان ما نضيع وقت صديقنا تايجر. يلا يا تايجر
يلا يا تايجر. ايش رقم الغرفة؟ خطأ، هو رقم الغرفة. أعطيك رقم ثاني. لبهر تقشن. مسعد الصواط، هلا والله. كيف ارسل الانفايت؟ مو عندي ولا عندي احتمال؟ عندي والله، خلينا نشوف. اتوقع عندي، اتوقع مش متأكد. مش عندي. اهو تعال تايجر. تايجر اعطيني انت رقم غرفة، انت اعطيني رقم غرفة. يلا يلا يا تايجر. يا خوف انك رحت تفتح جروب، ما رحت تفتح غرفة. هاي. وين فريق مدارس؟ يلا ماشي تعال. ليش يقطع؟ تظهر بتلعب على بيبين يا تايجر. انا هختار انترسبشن، بشوف تمريرتك هتعدي ولا لا.
行きます。そう。このボールを必ず味方に送る。はっ。通すか。هذا أول واحد. إغضب. كيغل. ここだ。あとは任せたぞ。血を這うイーグルパスだ。守るぞ。負けません。行くぞ。نقاط سوريماشي بدون الباسيف. بوكو غا تومير. 行くぞ、タケシ。ソリマチ。お。行きます、ヒューガさん。どうしてライカルコンバイネーションだ。頼むぞ。俺からのタイガーポスだ。يفضل دائما تلعب بالسرماش المنخفضة عشان عنده very good في الضربة المنخفضة. よし来い。المنخفضة هو عنده very good في المنخفضة والمنخفضة فورس حقه أعلى من أي تسديدة ثانية موجودة عنده. مستحيل يسجل هدف على وليد. فهنا حختار حركة ضعيفة نديله فرصة.若林源蔵を舐めるな。ディア。あてにあるんじゃ、あてに。これ以上点はやらねえぞ。シルバー。レイ、الله معاك انطق اسمك يلا。ثواني لا تعصب لا تعصب。勝負だ。来やがれ。اعطيني كيلو ار ان جي يا حبيبي الله الا اتفشل حتى كمان البونت 57 كوريجو يا راسلكو دقيقه التحم مع اي لاعب التحم مع اي لاعب بس بشوف النقاط والله راح اسدد يكزي اونو شوتو دي سيكاي او يابرو俺のワイルドタイガーショット。كان سمعت صوت غريب في التسديدة. よし来い。التسديدة 71,000. كيف حيسجل هدف؟ هذه فورس 520 حختار 520. 勝負はここからだぞ、みんな。行くぜ。俺の魂のプレーを見せてやる。あ、やるな。あよっ。それ。ちょっと相手してやるか。勝負だ。スリマーシ ضد الأجانب مزعج. هذا تعرف السوريماشي ممكن يسجل على زينو وعلى مولر. そう来ると思ったぜ。هي مسخرة عشان كده ما علقت أنا صراحة.حتى البوند 57 البوند 57 وانا عندي وليد 61.5 وعندي كل افضليات التاريخ ومع كذا تيجي هدف يلا
UAE GTR. أبا أجرب كنت لاعب ضد وليد بدل وليد عشان نشوف بسام يسجل ولا لا، بس بسام أكيد حيسجل رعد. أي بناء من الناحية الدفاعية السوريماسي ضد الأجانب لا بأس به، لو خمن صح يأخذها، لو خمن صح يأخذها طبيعي. ここが勝負だ。みんな集中していこう。遠慮なく行かせてもらうぜ。行くよ。くそ。くそ。 勝負する。よし来い。あら、ヒュージャー。ここは俺が食い止める。行くぜ。よし来い。 このまま行くぞ。チャンスメイクも僕の役目だ。あらら。行くよ。俺を甘く見てもらっちゃ困るぜ。行くぜ。よし。 عشان نشوف سيريماشي يسجل هدف ولا لا. ما عندي ولا واحد فيهم مطور، يعني الحراس اللي طورتهم في الاحتفالية كان وليد ورعد ومولر، البقية وسبادس أتوقع سلينا سوزين وما طورتهم. いきます。くそ。このボールを必ず味方に送る。は。は。全精神を込めてこのボールを取りに行くぞ。よし。や。遠慮なく行くぞ。よし来い。よし来い。 سائد ميلان كيف حالك؟ مامورزو إيكزو. نقاط تقريبا مساوية لتقريب نقاط ميسوغي أو أعلى من ميسوغي، شوت مقابل بلوك أقل منه بقليل، دريبل وباس ضد تاكل انترسبت، عنده أفضلية لون وعنده إنسايت ماستر 30%. يوش. بول وطرنا وإيماش كناي. توب. هذا كنا نقول عنه. يوش. تدق. تكسي بدون أوتو ترسيبشن. يوش. ممكن تسجل فوقه عادي.
ボールを取るのは今しかない。うわあ！パ！行くぞ！سددها منخفضة。خلينا نسجل هدف احمد كيو ان اي ويصير خير. これがテントリアの仕事だぜ。اه بس هذه بالزاوية. よし来い。لا فرق 20,000 بس هو عنده very good. انا شكلي مصر اخذ هدف ثالث.行くぜ。俺の魂のプレーを見せてやる。今でも俺はサッカーが大好きだ。行くぞ！行くぞ！抜けてやる！守るぞ！هذا ما يسمى بالمامورجو. さあ、勝負はここからだぞ、みんな！ボールは友達。誰にも渡さない。カルロス・サンタナ・ラッバ。カルロス・サンタナ・ラッバ。よし。俺たちで最強のシュートを作るんだ、サンタナ。ああ、いいだろう。行くぞ。これが俺たちの合体技。フルメタルファントムだ。よし来い！よし来い！どんなシュートも掴んでやる！さあ！よし！マシマシ。ラララマフィア、マフィアシ。やら。شكرا شكرا على التجربة يا صديقي. سيجا ناندتو طيب ردا على صديقي سائد وكمان لباقي الأصدقاء هنلعب مباريتين، واحدة أنا هلعبها و بوكان هيرو جيمينج. عليكم السلام برادر. لا تايجر مو غشاش، ليس غشاشا البت. أقول قدامكم في كذا مرة أنا أخمن وهو ما يخمن صح وعدي. طيب هلعب أنا مباراة أبغى أحد، أنا ما حسمي أحد الآن، أبغى أحد يكون فريقه فول باوندري كل شيء. أوكي يجي يلعب ضدي، أختار فريقي ما شربت قهوة اليوم. هذه قهوة باردة بس يعني إيش نسبة الكافيين اللي فيها؟ قاعد أفكر تفكيره. بوكان هيرو جيمينج our new subscriber welcome my friend. واو تشكيلة الدرع فيها جيد، بس تجي تطالع في البونت تقول 52، كيف تسجل على وليد بهذه التشكيلة بالله؟ هلا بتشكيلة المعتادة ونرتب تشكيلة نلعب فيها بوقت لاحق لاحقا، لأنه ما في عندي أي فريق جاهز مطور من إلى باللاعبين اللي في بالي، فأي شيء أبغى أسويه حقعد لسه أطور، وأنا صراحة ما بجلس أضيع الوقت في التطوير الآن. فطيب هختار مش هختار، هفتح غرفة اللي حيدخل يلعب ضدي، أول واحد يدخل يلعب أو أول واحد يحصل الرقم هلعب ضده، بعدين
حنشوف اثنين مهتمين يلعبوا ضد بعض. بعد المباراة حقتي انا هعلق على المباراة. وهي بناء لا مش رانك مش رانك. واحد يلعب ضد عشان اركز معاكم هنا. وين 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 رانك لا فريندلي ماتش. يلا مين حيجي؟ حركة سودة صح حركة سودة شكرا. سودة ولا بيضة؟ ظريف ظريف. صغيرة شي بجنن شي بعقد. طيب هي توقع هنا أساسية صحيح وهنا ثانوية صحيح وهنا ثانوية ثانوية هنا متوسطة وهنا موجودة أيضا. يا إلهي بالنسبة لهذه التاكل توقع هي موجودة هنا واحدة هنا الثانية هنا الثالثة غيره 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 غيره. وين 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 أبغى نسخ زيادة. أي موجودة هنا موجودة. هل هي موجودة هنا؟ أشكال وألوان أين هي يا تاكيشي؟ موجودة واحد اثنين. خلاص خلاص ما حسوي ولا شيء غير إنه حنزع المهارة القديمة وأضع الجريرة نيابة عنا. يوسف الخالدي هلا بملك الحراقة ملك الحراقة. اوف اللاعب الواحد يبغى له 500 يا ساتر عشان تاخذ كوره. موتو موتو وعودة. ماتش يلا المرة هذه مباراة يلا تعالوا هي ودية يعني بس بطابع التحدي يعني ما هي مباراة تجارب خلاص اللي هيطلع قدامي هلعب ضده. يلا تعالوا من 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 سوف يأتي؟ دراعي هذه آخر مرة حاعطيك فرصة. لو فعلا أيقنت إنه أنت عندك أساليب ملتفة دراعي داخل بفريقه الثاني على باله إنه أنا نسيت إنه هو الدراعي. تعال يا دراعي
ما في مرة لعب ضدك يا دريعي وطلعت مطمن من النتيجة. هذه آخر محاولة لك. ترى من جد أتكلم. آخر محاولة لك. خلينا نشوف. ننزل بميولر. عجبتني التشكيلة اللي فيها تغيير. ماشي تايجر. تلعب ضد سائد؟ شوبو لي يكزو. يوش كوي. واشي غايتدا. كونو ايتشي كارا شيكاكي ساسيتي موراو زي. ميتا. والله قال لك انتين طير. السلام. احنا الاثنين نفس اللبس. الله على الرأسية. اورينو جيرمان داماشي وا ياوا جا نين دا يو. よし。くそ。受けて立ちます。よし来い。行くぞ。行くぜ。俺のアクセルステップ。أنا راضي ضميركم يا شباب. شكل الدراع هيودع الملاعب. أو يمكن ما هيودعها. أنا لا أستطيع أن أقوم بها. لا أخسر. أنا أخسر. أنا الله على... جنتيل بدون باوندري. تعالي كوت كوت. يوش. جنبي وديكتا يو. زنلوك دي كزو. سوري. انت ايش بتسوي يا دريعي؟ مش شايفه ايش بتسوي. شوبو لي يكزو. جول وا مورتا. يكزي. ركيتي تاتس. 俺のゲルマン魂はやわじゃねえんだよ. تشكيلة أجانب البوند فيها مولر 63 ترى مو قليل. ايه جولات 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 جولات. يوشا كونو ماما دون دون سيميرزو. させないよ。行くよ。ほら。突破してやるぜ。ここで守るんだ。遠慮なく行かせてもらうぜ。行くよ。 何？ ماشي 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 ما انا مش مقتنع بس يلا مشيها. ناتو ريزا الساحر البرازيلي. فول ميتال فانتوم. يوش كوي. انا اللي مسوي سحر. ماشي.
هل يستطيع نكيوريزا تزيد منها تزيد الرياء؟ أورينو جيرمان دمشي وا يوا جنين دايو يوش حارس المرمى العبقري مولر يطبق بيديه الاثنتين على الكرة سؤالنا لهذه الليلة هل يستطيع هيوغا إحراز هدف من هذه الهجمة؟ عرابي ينقض على الكرة وعندما يصرخ بسام لا 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 لا, لا من طرف الطريق لا لا خطيرة السوسة بيلتحم أكثر من لاعبه إنه ميساكي كو أو عفوا ميسوكي جون ميسوكي التخمين الصحيح التخمين الصحيح هو سيد الموقف لا كانت فرصة أعزائي المتابعين أنا كيف لما انتبه أن هذا اللاعب باوندري بريك واحد ما الذي يخطط له الدراعي وفريقه القاتل يلا يا دراعي يلا نعم متيقظ الآن شوف ده كيري نوكي تي ميسيل زو لا طبعا يا عمر الميتا مو مدارس لسه ما في الا حاليا 6 لاعبين مدارس فقط في اللعبة يعني مش في اللعبة بس يعني 3 عدلوهم قبل 10 ايام و3 نزلوا اليوم ويوم الاثنين رايزنج سن وغالبا يوم ماكيماسن يوم الجمعة كولكشن يبدو لي أندية وبعدها بنر يبدو لي أندية يوفي فالمدارس يعني مجرد تنويع في التشكيلات ما حيستفيدوا منه كثير الآن أي واحد يفكر يلعب تشكيلات مدارس ياباني جس كونو بوينت دا أورا هل فعلت الجرس يا انا بصراحه كان ودي بهذه المنافسه او هذه المواجهه اتمنى ماجد يوصل الى منطقه الجزاء لا بوكتاتشي نو كوجيكي وا مادا اواري جاناي زو حلو 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 منك العبقريان في مواجهة بعضهم البعض مبروك على いくぞ。はっ。そう。絶対に決める。よし、来い。何？シロン。 هل أنت مستعد؟ يوش كوي
هل أنت مستعد؟勝負はここからだぞ、みんな。俺が突破口を切り開く。行くぞ。遠慮なく行くぞ。ここで守るんだ。 هل سوف أفعلها؟ تسوبسا، هل يحرز هدفا أمام مرمدا؟ فاكرين لما كنت اقول لكم اذا بتخشوا بالطاقة او بالقوة الغاشمة خشوا بالوانتو ان انكاتس جولدن ديو؟ هذا التحدي اللي كنت بشوفه، كنت بقول ايش ممكن يسوي ماجد ضد مولر، لانه الان مولر عنده افضلية لون، عنده هيدن ضد الضربات الارضية يزيد 25%. المفروض مولر يقدر يمسكها. الأفضلية عند مولر فعلا كما توقعت، بس المشكلة مولر حيعاني ضد بسام و ميساكي.俺が受けて立つ勝負だ。よし、このポイントだ。受けて立ちます。遠慮なく行くぞ。俺が突破口を切り開く。行くぞ。 كيف تجاوز تسوبسا أوزورا جون ميسوكي بهذه الطريقة؟ الكرة لمست بطريقة هذا المرمى. الكرة سوف تتجه نحو ميساكي على ما يبدو لي. يا إلهي، لمسة الكرة قتلت أي أمل للهدف أنه يدخل. ممكن تديها صحيح، لماذا لا؟ إنه المكينكا. أنت هذا يعني حساب جديد يا أستاذ دراعي؟ بول وا توموداشي، داري ني مو واتاساناي. إيكو زي. يوش. سانتانا يتلاعب بالخصم ويرسل تمريرة هواية عالية فوق الرأس. سلمني على البتنجان. ومساكي، مساكي اقترب من مرمى مولر الزمشدين. تحدي
ميساكي ضدك السالي يفلح كالسايا بنا يا ايو الدرعي من هو الافضل في هذا الالتحام ميساكي هيستبس هاي سبيدو تورنيلو سكاي الفا والكرة تلمس صدر كالتس وتخرج الى خارج المرمى الى خارج منطقة الجزاء فرصة الان لمن تاكشي いきます。いきます。 このボールを必ず味方に送る。كنت بجيب هدف من ميساكي الصراحة. أنا فايز يعني بجيب هدف استمتع فيه. 僕が勝負する。かかってこい。أخذ 8% أو 7% 7. وهذا كمان طاقته نزلت وبالتالي عنده الفاير بوتنشل صار أفضل. لكن اللي نرى. ميساكي 君必殺ハイスピードトルネードスカイアルファきっちり仕事するぜアッデレイファーラッサハアッデレイファーラッサハマーシアッデレイオレたちの勝利だオレはGood game يا دراي يلا يا تايغا وسائد يلا تايغر وسائد أين أنت يا تايغا شوو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 و
يلا يا سعد رقم الغرفة موجود. انا بالنسبة لي سوف اشد. تايجر جاهز. هل هنالك صلة بينك وبين جومارو؟ جاهز. حيا يا سعد. اين يا صديقي؟ حارس المرمى وليد في نظرته الثاقبة. إنه دراغون موا. إن شاء الله حاول أصحصح مع هذه المباراة ونلعبها بالتعليقات وبالتعليق عفوا. يلا حماس شباب، يلا مشتركين زلد، وين الدعم يا شباب؟ وين الاشتراكات؟ وين السوبر تشات والسوبر ستيكر؟ و مباراة بين تايجر على اثار الشاشة وتشكيلة يابانية الاساس، نرى فيها سانتانا ونوتوريزا ومايكل وفي النهاية الأخرى نرى تشكيلة يابانية الأساس يدعمها ريو ماهينو وروبرتو هونغو. كونيتشوا. كيرينوكيتي ميسيلزو. ماكيركا. قطع مايكل على هينو الماء والكهرباء فردها عليه بقطع المجاري. كوكودا سيلف سرو باس ايكوزو. من هو جوتارو؟ مايكل يتقدم كرة
ما هذا اللعب الشفاف وكيف بالفعل ميشوكي في الموعد يقطع الكرة اللاعب الخفي؟ ما هو الناني الذي تتحدث عنها؟ يبدو لي أنك نسيت اللاعب صاحب اللعب الخفي. عموما الكرة الآن حوزة روبرتو هونغو، يلتحم مع مايكل. روبرتو هونغو في خانة الوسط لا يستهم به على الإطلاق أمام وليد. ماذا يستطيع روبرتو هونغو أن يفعل؟ يمرر. جوجو الأنمي الذي لم أشاهد منه شيئا. الكرة في طريقها إلى إلى كوجيرو هيوغا على ما يبدو لي. تتجاوز جون ميسوغي وبالفعل تصل إلى إلى كوجيرو هيوغا. يلتحم مع عايزو صاحب ميزة السم. سائد اللاعب المفاجأة. أحسن. لا كان لازم تستلمها عشان تشيل الديباف يا أستاذ سائد. لا أنا ما ألعب يا خالد، أنا أعلق على المباراة بين تايجر وميلان سائد ميلان. يقفز وليد نحو الكرة. سائد لا يعرفه للاستسلام طريق. والله يا أحمد كيوين شكلك مشجع أصلي لرونالدو. كرة يلتعم فيها تسوباسا مع شينغو أموي في منتصف ميلان. خطيرة. في مدينة جدة الجو لطيف لا يعتبر بارد. سوبر ساي يتقدم رفقة صديقه منذ أيام الطفولة تارو ميساكي، يتبادلون الكرات، تمريرات سريعة بين الاثنين، مهارة عالية في التمرير. سوباساي يقوم بحركة عجيبة فوق الكرة. الكرة ترتد بعد أن لمست ميسوغي، يقفز إليها سوباساي سريعا وينفذ ضربة فوق الرأسية. هل تكون هدفا؟ ماذا تفعل يا سائد؟ ماذا تفعل؟ لمست العارضة. سانتانا لاحقها. هدف التعادل. اول مرة اشوفها تلمس العارضة. خالد خليك لطيف يا خالد. سوبر سا في مواجهة سوبر سا
كلاهما يملك الفول باور لأن بالفعل صاحب التخمين الصحيح هو من تقدم. تبسا سائد ميلان يتقدم في هذه اللحظات بالخمر بشكل صحيح اختار من حارس المرمى ينفرد. الله كريتيكال مروان ضربة النهوية. يوسكاي يوسكاي ايش بتفكر يا تايجر؟ ناري والله هدف. النتيجة 2-1 لصالح سائد ميلان. هل يستطيع تايجر رد الهدف قبل ان ينتهي الشوط؟ الوقت ضيق جدا. يبدو لي انه قرر ان يرجع فرصته الى الشوط الثاني. يثبت سائد المرة تلو الأخرى أنه لاعب لا يستهان به ويستفيد من بطاقاته بطريقة جيدة. وفي هذه الأثناء ماتسوياما التحم مع سانتانا ولا يغلق له أي فرصة أو أي مهارة، وبالتالي ما زال يملك سانتانا الفرصة لاقتناص الكرة إذا قام بالتخمين بشكل صحيح. ماتسوياما يفلح في اختراق سانتانا. لا تستهن بينا توريزا بهذه الطريقة. يبدو لي أن قدرة تسوبسا على تجاهل لاعبي الخصم تعتبر مهارة قوية جدا للاعب بهذه القوة، وعندما يلتحم ضد شينغو أواي هناك احتمالية أقوى بأن يستطيع تجاوزه أكثر من احتمالية تجاوزه لجيتو. عموما سوبسا يتقدم نحو المرمى. نحو المرمى لا أحد يعلم من أين سوف يستهدف سوبسا المرمى. هدف جولادو جول 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 جول. تعود المباراة إلى نقطة الصفر. ميساكي في مواجهته هيوغا، هل يستطيع تجاوزه؟ هل يخمن ميلان بالشكل الصحيح أما أن تايجر سوف تكون له اليد العليا في هذا اللقاء؟ إنه يخمن، إنه يخمن. إنه يمرر تمريرة رائعة تتجه نحو كوجيرا يوغا. سوبسا بالفعل رقطة رائعة من ميلان. متيقظ تماما لما يحدث. طاقة سوبسان خفضت كثيرا ويستغله سيد ميلان هذه الفرصة يمر الكرة. اخطأت يا صديقي، لماذا لم تسدد تسديدة مرمية؟ عنده شوت كيلر نون فلاينج.
جون ميسوغي يعترض مسار الكرة ويقف بنجاح قبل أن تصل إلى وليد. الرفيقان الصديقان في مواجهات بعضهم البعض. ميساكي يواجه تسوباسا. لمن سوف تكون الغالبة يوتورا في هذه المواجهة؟ هل هي لميساكي أم لتامي عفوا لتسوباسا أوزورا؟ يذكر أن تسوباسا أوزورا ابن لقبطان يعمل في الملاحة البحرية في اليابان. هذا ما يسمى بالناني ولا نعرف كيف تجاوز الكرة. تمريرة خاطئة تصل إلى أورابي عورابي. بالفعل يقرر تجديد الكرة. تصل إلى أي تسوباسا؟ تصل إلى تسوباسا تايجر. جيتو الحاضر الغائب يقطع الكرة ويخطئ في تشتيتها. الكرة تصل الآن لتاكاشي الساونا في هذه الأثناء. من هو المتساوي؟ تصل الكرة يا إلهي عندما يغيب أووي عن الموعد ويفشل في إيقاف الكرة، ولكن التسلل ينقذ هذا الموقف العصيب. النتيجة أصدقائي الأعزاء 2-2 لكلا الفريقين. تايجر في مواجهة ميلان. لمست الكرة أقدام يوغا في طريقها إلى ماتسياما. يفشل الكرة بالفعل إلى تسوباسا أوزورا. هل يستطيع تسوباسا فعل الشيء؟ يبدو لي أن فرصة الهدف الثالث في الطريق. الموضوع يحتاج إلى تركيز فقط من ميلان كي يصل، أو تركيز من تايجر فيوقفه. يقوم كلا الخصمين بتفعيل الفول باور، لكن من سوف يخمم بالشكل الصحيح. يا إلهي على الكريتيكال الملون اللي أنقذ الموقف عند تايجر الزع. جون ميسوجي يرسل كرة بعيدة طويلة تصل إلى أورابي الخصم الذي يلتعب مع يوغا، ويبدو لي أنه سوف يلجأ إلى خيار تشتيت الكرة. بالفعل الكرة إلى شينجو، ولكن الوقت المتبقي لا يسعفه. مباراة لم أتوقع أن تصل إلى الأشواط النهائية إطلاقا. ما الذي حدث؟ وكم تبقى من الوقت؟ ما الذي يحدث يا السادة يا كرام؟ هل هناك تبديلات؟ بالفعل تايجر يقوم بتغيير جهات اللاعبين مع الحفاظ على نفس اللاعبين
بدون أي تبديلات بين أفراد الاحتياط والأساسيين. كرة تصل إلى ميساكي. كرة يلتحم فيها ميساكي مع مدربهم العالمي روبرتو هونغا. هل يستطيع ميساكي تجاوز معلمه؟ هل يستطيع دخول منطقة الجزاء وإحراز هدف أو فعل الفارق؟ يخمم بشكل صحيح على ما يبدو. إلى منطقة الجزاء. هل يسدد سريعا؟ ماذا تفعل؟ لماذا تأخرت يا تايجر؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. أخطأت. يبدو لي أن شينجو أواي سوف يخطف الكرة بالفعل. وينتهي الشوط الإضافي الأول. تبدأ المباراة من جديد بركلة من فريق سائد ميلان تصل إلى تسوبسا أوزورا في الرسالة واقع الأيسر. يلتحم مع منافسه الأول في البرازيل كارلوس سانتانا. وماذا سوف يفعل كلا الطرفين؟ سانتانا يحق تقدم تسوبسا، وهذا استيكر استفزاز من تايجر لسعد. ماتسوياما على تنفيذ الخطأ إلى من سوف يرسل هذه الكرة البعيدة. سعد يوجه رسالة خفية. الكرة تجاوزت جميع اللاعبين ووصلت إلى تسوبسا الذي يلتحم مع صديقي عايزو من المرحلة المتوسطة والثانوية، أو عفوا الابتدائية والمتوسطة. خطيرة جدا يا سائد. ماذا تنوي أن تفعل يا سائد؟ هل ستسدد أم تمرر إلى هونغو؟ أحد يفهمني كيف بالفعل البلوك أقوى من البلوك. الكرة ينجح جون ميسوكي في بحالها تصل إلى ماتسوياما. أسوأ موقف يمكن أن يقع فيه تاكاشي، أن يلتحم مع لاعب أفضل منه في اللون في وقت لا يتم فيه تفعيل الميد إيريا ماستر والذي هو باسيف. يا إلهي، أنا سمعت صوت فول باور جاهز يشتغل بس ما في ما شغلوه، يعني وين استعملوه في ضربات الجزاء ولا إيش؟ ここからだぞ。行きます。クソ。このボールを必ず味方に送る。いや。白。
隙がないならこっちが動いてその隙を作るまでだ。ثم سيقطع تمرير التقنية كما هو متوقع منها. والله انتهت المباراة بنتيجة التعادل. يعطيكم العافية شباب، امتعتونا بهذه المباراة وجزيتم خيرا. و مباراة لم اتوقع نتيجتها بالصراحة، لم اكن اتوقع ان تصل اضافيات، عندما وصلت إضافيات لما كنا أتوقع أنها سوف تصل إلى ركلات الترجيح أيضا. أعزائي المتابعين، نتمنى أنكم استمتعتم معنا بهذا البث المعتدل المدة اليوم. كان أول لا خلاص يا تايجر، صراحة حس نفسي مرهق للأمانة، عندي التزامات بروح أخلصها. أول لايف ستريم في عام 2023 2023. أتمنى أنكم استمتعتوا بهذا البث اللي أنا أعده بث خفيف لطيف، يمكن أكثر من العادة لأنه ما طورت اللاعبين معاكم، طورهم بعدين براحتي على مهلي، لأني ما حلعب فيهم صراحة في المستقبل القريب إلا لو شفت أنه حستفيد منهم في تحدي، في تشالنج، في تحدي الزمن يعني تايم اللي هو شو اسمه يا ربي، تشالنج رود او ايوه التشالنج رود او وورلد تشالنج كمان. ف ذيك لانه ما طورنا اللاعبين في تقريبا ساعة اختفت من اللايف ستريم حق اليوم، نعوضكم اياه ان شاء الله في لايف ستريم اخر. بالنسبة للاخوان اللي وعدتهم ان حرسل لهم التيشيرتات الهدايا، الأسبوع الماضي كان في عندنا أمطار بشكل يومي في مدينة جدة، وكان الدفاع المدني يرسل رسائل تحذير وتنبيه يطلب من الجميع البقاء في المنازل علشان ما يتعرضوا لمشاكل أمطار وسيول وما شابه. فما قدرت صراحة خلال الأسبوع أروح أشوف الموضوع هذا حق إرسال البريد، ورحت البارح مكتب البريد وسألت، الحمد لله وصلت عندهم وقلت لهم مش الأوضاع، قالوا لي 1 2 3 ولكن السيستم عندنا عطلان وما حنقدر نرسل اي شيء لين يوم الاحد. فبإذن الواحد الاحد ان شاء الله يوم الاحد اتصرف في الموضوع واتواصل مع الاخوان الثلاثة اللي ربحوا معنا هدايا الاسبوع الماضي. فنعتذر على التأخير ولكن الامور خارجة عن ايدينا. دعوة أخيرة للاشتراك بالقناة إذا لم تكن اشتركتم سابقا، لايك لو عجبكم ما رأيتم، شاركونا في التعليقات لو عندكم أي مقترحات للمستقبل. ودي صراحة أسوي لايف ستريم خلال الأسبوع هذا كذا نخش ندردش نلعب، بس صعب لأنه في عندي زيارة من يعني أو خلي أقول مهمة مهمة في العمل الأسبوع القادم هذا وحكون مشغول فيها. فموعدنا إن شاء الله يكون يوم الجمعة القادم، ويبدو لي أنه حيكون وقتها بانر دريم كوليكشن، امسكوا الدريمات. اللي ما اشترك في تويتش أو عفوا اللي ما اشترك في الديسكورد يشترك في الديسكورد، تعالوا على الديسكورد لو سمحتوا، الرابط موجود في خانة الوصف وتحت التويتش، اللي حاب يشترك في التويتش اشترك في التويتش. مفروض يكون في محتوى جديد قريبا بالإضافة إلى البثوث والمحتوى المستمر للعبة كابتن سوباسا دريم تيم. متى بالضبط حنسوي؟ اتركوها للظروف، بحاول أطلع من ضغوط معينة في العمل، مسؤوليات معينة في العمل علشان أقدر أبث شيء إضافي براحتي. اللهم صل على محمد. لا تنسوا تشوفوا الرابط في خانة الوصف، رابط جروب كابتن سوباسا دريم تيم بريكن نيوز للشباب هادي أيمن وستيف، وعندهم في الجروب أخبار باستمرار عن لعبة كابتن سوباسا، تسريبات، صور، محتوى من المانجا، تحليلات، أشياء كثير. إن شاء الله الجروب حقهم جميل، أنا كل يوم الثاني أدخل أشوف إيش في عندهم. وصديقنا إسلام كمان عنده رابط خانة الوصف، وأيضا هتلاقوا فيه بانر تحت في الإعلانات تقدر تسوي سكان للكيو آر كود إذا حبيتوا تشتروا حساب للعبة كابتن سوباسا دريم تيم، يكون فيه تجميع دريم بولز
جاهزين تقدر تسمع تبدأ على طول. هذا هو البانر نتكلم عنه. تقدر تسوي سكان للكيو آر كود أو تروح لخانة الوصف حتلاقي مكتوب سلام شوب متجر سلام وجنبه لينك لواتساب جروب. تروح عند سلام في عنده حسابات لعبة كابتن تسوباسا دريم تيم يكون مرة ثانية مجمع لكم فيها دريمات, ممكن يكون سحب لكم على بعض اللاعبين المهمين. تلاقي نفسك تبدأ اللعبة وانت عندك دفعة من الدريم بولز من بعض اللاعبين, ما تقعد لسه تقعد تجري من البداية على حسابك. يكون في عندك الدفعة هذه تخليك تبدأ بداية أسهل وأقوى. فتواصلوا معه وقولوا له من طرف سالن زي, قولوا سالن زي سلم عليك تمام. فعلوا الجرس انت توصلكم تنبيهات. ايش سؤالك؟ اتوقع يا سعيد ميلان او سائد ميلان, اتوقع انه غريبة الاحتفالية اقوى, اتوقع في الوقت الحالي غريبة الاحتفالية اقوى تمام. فعلوا جرس وصلكم لاخر التنبيهات. اللي حاب يدعم القناة نقدر يدعمها عن طريق السوبر تشات والسوبر ستيكر قبل ان نقفل اللايف ستريم. شكرا لصديقنا حسن الخيال لدعم القناة اليوم. وبعد اللايف ستريم تقدر تدعم عن طريق ستيكر ثانكس موجود جنب اللايك والديسلايك والشير تمام. يلا كفاية من اليوم, استمتعت معاكم, جمعة سعيدة وعطلة نهاية أسبوع سعيدة, نلقاكم إن شاء الله بعد أسبوع من الآن. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سالن زي.